أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن حكم استعمال الحقن الشرجية أثناء الصيام. أولا ندعو الله عز وجل أن يتجاوز كل مريض مرضه وأن يصل إلى العافية، نسأل الله العلي القدير أن يرزق الناس جميعا العافية. كل مريض ومبتلى اضطر إلى أن يستعمل الحقن الشرجية، هو مجبر على هذا، نقول له إن وقفت مع آراء الفقهاء وجدت الفقهاء في هذه المسألة ينقسمون إلى فريقين، ففريق يرى أن الحقن الشرجية ليست مفطرة، وفريق يرى أن الحقن الشرجية مفطرة. الذي رأى أن الحقن الشرجية مفطرة أوجب عليه أن يكفر، أو أوجب عليه أن يقضي، يعني حسب حاله، رأى أنها تصل إلى الجوف، يعني تصل إلى المعدة. الرأي الثاني الذي رأى أنها ليست مفطرة قال إن الحقن بأنواعها ليست مفطرة عموما. كيف نخرج من هذا الخلاف إذن؟ للخروج من الخلاف نقول نعم للمبتلى، المبتلى يعني صاحب البلاء، نسأل الله العافية للجميع، صاحب البلاء له أن يقلد من قال بأنها ليست مفطرة ويتم صومه. لكن للخروج من الخلاف كما قرر أهل العلم، يقولون الخروج من الخلاف أسلم، للخروج من الخلاف على المسلم المبتلى بهذا البلاء أن يقضي يوما مكانه، لكن إن لم يستطع القضاء فلا شيء عليه، ويسنده الرأي القائل بأن الحقن الشرجية ليست مفطرة. خلاصة السؤال أن الحقن الشرجية قال أهل العلم وقف عندها موقفين متباينين، رأي يقول بأنها مفطرة ورأي يقول بأنها ليست مفطرة، والمبتلى له أن يقلد من أجاز، لكن الخروج من الخلاف أسلم، والله أعلم.